بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حبيت أشكر إدارة أكاديمية دبي للمستقبل على إتاحة فرصة لنا كموظفين للاستفادة من البرنامج. حقيقة اليوم الأول استفدنا من البرنامج وعرفنا الفرق ما بين الاستشراف الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي. عرفنا أن الاستشراف الاستراتيجي هو مدخل من مدخلات التخطيط الاستراتيجي. كذلك اليوم الثاني حاولنا أن نأخذ أسلوب من أساليب الاستشراف الاستراتيجي اللي هي مسح الأفق. تعلمنا أن هناك في شيء اسمه التداعيات، هناك في شيء التوجهات تتحتم على المرء أن يتعرف عليها بطريقة أخرى. مرة ثانية أشكر إدارة أكاديمية المستقبل على إتاحة فرصة، وهي كذلك دعوة لإخواني إن شاء الله تعالى المواطنين والجميع من له أي اهتمام في الاستشراف الاستراتيجي يلتحق في هذه الأكاديمية، وأعتقد إن شاء الله تعالى راح تكون نتائج مثمرة. شكرا لكم مرة ثانية.